السلام عليكم مجددا أعزائي الطلبة في الجزء الثاني من البري أوبراتيف كير. هنا سنتطرق إلى العملية الجراحية والعناية بالمريض ما قبل العملية وعلى بركة الله. هنا كما يعني حدثناكم أننا سنبدأ بالعناية بالمريض ما قبل العملية الimmediate pre-operative care. الimmediate pre-operative care هي الفترة الزمنية ما قبل دخول العملية والرعاية التمريضية لها، وغالبا ما تكون من ساعات إلى 24 ساعة. During the immediate pre-operative period, the few hours before the procedure، ساعات قلائل قبل العملية وربما تمتد إلى 24 ساعة إذا كانت التحضيرات تحتاج إلى يوم كامل. Several major tasks must be completed، في هذه الفترة الزمنية يجب أن نصنع التالي: Conducting a nursing assessment، لازم نعمل تقييم كامل للمريض. Providing pre-operative teaching، بدنا نعلم المريض بعض الأشياء لما بعد العملية وتلزمه لتفادي بعض المشاكل والمضاعفات. Performing methods of physical preparation، سنحضر المريض جسديا للعملية. Administering medication، سنعطي الأدوية التي قررها الطبيب أو طبيب التخدير لما قبل العملية إذا لزم الأمر. Assisting with psychosocial preparation، طبعا وبدنا نحضر المريض نفسيا لأنه كثير العمليات الجراحية مخيفة، ولا ننظر إلى المريض بأنه دمية أو ننظر من خلال أنه المسألة عمل، لا، هذا إنسان ومن حقه يخاف، فبدنا ندعمه نفسيا. Completing the surgical checklist، طبعا لائحة اللي هو التحضيرات للعملية لابد من مراجعتها والتأكد من أن كل شيء بحق المريض قد صنع له قبل دخول العملية. نبدأ بالإميديات بري أوبراتيف كير بالنيرسينج أسيسمنت، التقييم وجمع المعلومات عن المريض التي تؤهل هذا المريض لدخول العملية. الأسيسمنت varies depending on the urgency طبعا of the surgery and if the client is admitted the same day of surgery or earlier. طبعا عملية التقييم تعتمد على حالة المريض وعلى سرعة إدخاله للعملية. يعني المريض اللي بيجيني من البيت وبدي يدخل بعد ساعة، ستكون عملية التقييم يعني ليست كاملة بالمعنى الكامل. أما إذا كان المريض داخل المستشفى عندي وعنده يوم كامل، فبقدر أعمل assessment شامل. Although assessment of the surgical client is always necessary، ولكن رغم أن الحالة ضيقة والوقت ضيق، ولكنه مهم جدا. The particular circumstances directed the extent of the process and dictate the extent of the process. طبعا الأحوال تبعت المريض الخاصة هي اللي بتحدد اللي هو البروسيس انتشارها توسعها، نأخذها بتفاصيل أو لا. فالديكتيت طبعا اللي هو ما ينجم عنها من تفاصيل. There may not be time to perform a detailed assessment، ولكن في بعض العمليات لا نستطيع أخذ التفاصيل في الأسسمنت بشكل كامل، يكفينا الأشياء اللازمة لإدخاله للجراحة. When surgery is not an emergency، عندما تكون العملية مش مستعجلة يعني في ساعة أو في دقائق، then yes perform thorough history and physical examination، سنصنع الأسسمنت بشكل غزير حتى لا نقع في أخطاء مع المريض لا سمح الله. Assess the client's understanding of the surgical procedure، بدك تعمل assessment لأنه المريض هل عارف العملية. Post-operative expectation، متوقع ما بعد العملية، هل الطبيب أخبره بذلك في consent form. And ability to participate in recovery، وبعد العملية هل عنده القدرة في المشاركة أو لسه بيحتاج إلى تعليم وتدريب. On admission the nurse reviews pre-operative instructions، في الادميشن طبعا المريض بده يقرأ كل ما هو متعلق بالتعليمات مثل الدايت، الفلويد، ريستريكشن، هل المريض مثلا بياكل بياخد الاكل او انه الطبيب قال له ممنوع تاخد الفلويد، بياخدها ولا ما بياخدهاش. باول اند سكن بريباريشن، تحضيرات الجلد. اند ذا ويذ هولدنج اور سيلف ادمنستريشن اوف ميديكيشن،
هل توقف عن أخذ العلاجات اللي طبيب قال له توقف عنها؟ مثلا علاجات المميعة للدم قبل العمليات الجراحية تتوقف ب3 أيام على الأقل. فهل توقف المريض فعلا عن هذه الأدوية؟ To ensure that the client has followed them. طبعا ليش؟ انه بدك انت تسأل عن كل الأسئلة وتعمل التقييمات هذه عشان تتأكد انه المريض تبع التعليمات تبعت الجراحة ولا لا. If the client has not carried out a specific portion of the instruction, إذا المريض لم يتبع بعض التعليمات أو جزء منها أو كلها, النيرس immediately notifies the surgeon. بغطيش عن الموضوع هذا لأنه ربما الإهمال في هذا الموضوع يكون كارثي. طبعا الريسك فاكتورز لأي عملية جراحية, surgical risk factors, في عندي certain surgical risk factors increase the likelihood of a preoperative complications, extremes of age, طبعا الناس كبار السن, very young and very old, طبعا يكونوا طبعا صغيرين السن أو طاعنين في السن, dehydration, الجفاف, للمرضى اللي عندهم جفاف بيكون صعب جدا يدخلهم العملية, ممكن تكون مخاطرها أكبر, malnutrition أو malnourished patients اللي هم عندهم مجاعة أو اللي ما بيأكلوش كويس, الobesity أو ال very obese patients السمينين جدا, the smokings طبعا الديابيتس, المرضى السكر, cardiopulmonary disease الأمراض القلب, الدراج اند الكحول ابيوز الناس اللي بتستخدم الكحوليات, بليدنج تندنسز ان المرضى اللي عندهم قابليه للنزيف, لو هيموجلوبين اند ريد سيلز اللي دمهم واطي, والبريجنانسي الحامل, هذول طبعا معرضين للمخاطر ما اللي هو دخول العمليه وما بعد العمليه. لأن يا اخوان بعد التأكد من كل البيانات أن المريض قد اتبع التعليمات وأن كل شيء جاهز, في عندي pre-operative teaching وهذا مهم جدا جدا جدا, اللي هو على أساس أنه أنا إيش اللي بدي أعلمه للمريض ينفع ما بعد العملية الجراحية. يعني بعد ما يخرج من العملية هناك في إجراءات بدنا نقوم فيها في كذا, فلازم أن نعلمه قبل ما يخرج أو قبل ما يدخل العملية أصلا. Examples of information to be included in pre-operative teaching. ما هي الأمثلة أو الأشياء التي أدرجها في التعليم للمريض؟ Pre-operative medications, بدي أبلغه وأعلمه عن العلاجات اللي بدي يأخذها أثناء الدخول العمليات أو ما قبل بعطيها للعملية. Post-operative pain control, ما هي الأدوية والإجراءات التي من شأنها تخفيف الآلام بعد العملية. Explanation and description of post-anesthesia recovery room or post-surgical protocol, بدي أفهمه شو هي العملية الجراحية وما هي غرفة الإفاقة post-anesthesia recovery room, وممكن أنا أورجيه صور أو أخذه على العمليات وورجيه قسم العمليات وورجيه غرفة الإنعاش اللي أو غرفة الإفاقة, لأن غرفة الإفاقة شكلها مرعب لو المريض مثلا خرج من العملية ولقاها زي سفينة الفضاء بالمعدات وبالألارمز الموجودة, فممكن يخاف بشكل جدا يقول إنه العملية فشلت أو صار لي شيء لا يحمد. Discussion of the frequency of assessing vital signs and the use of monitoring equipment. طبعا بنناقش مع المريض تكرار عملية الفحص ما بعد العملية, لأنه المريض بده يطلع بدنا كل ربع ساعة كل نص ساعة بدنا نصله, فربما يخاف هو والأهل إنه في مشكلة حصلت في العملية, فبدي أقول له يا مسبقا حتى لا يختلف عليه شيء بعد الخروج من العملية الجراحية. The nurse also explains and demonstrates how to perform deep breathing, cuffing and leg exercise. لازم أعلم المريض على الأشياء اللي بتساعده على التغلب على المضاعفات, منها التنفس بشكل عميق, cuffing السعلة, and leg exercise طبعا اللي هو تمارين القدمين والساقين لتجنب أشياء كثيرة جدا من المخاطر. Deep breathing شو بسوي لي؟ Reduced post-operative risk for respiratory complications, يمنع مخاطر اللي بتصير في الصدر مثل الاتيليكتاسيز. شو الاتيليكتاسيز؟ التصاق اللنج أو التصاق الالفيولايز. فالديب بريثينج بعد العملية الجراحية بمنع هاي الأشياء وبمنعني من الانفكشن اللي حيصير عند إلها الايرلس كولابس لنج ارياز, ممكن اللنج تصير لها إيش كولابسينج, تلتصق ببعضها, تسفق زي ما بنقول.
and pneumonia, ممكن أمنع اللي هو النيمونيا التهاب الرئوي lung infection, both can lead to hypoxia. وطبعا الاتيلكسيس والنيمونيا هيقلل نسبة الأكسجين الداخل وربما نخش في مشاكل كبرى. The nurse practices deep breathing with clients before they undergo surgery. طبعا احنا بنعلمه وبنمثل له اياه, بقول له اسحب نفس وبسحب معاه وهنشوف فيديو بخصوص الموضوع. برضو البري اوبراتيف تيتشنج, نشوف الديب بريثنج تكنيك, ما هي تقنية اللي هو التنفس العميق. Deep breathing involves inhaling deeply using the abdominal muscle, holding the breath for several seconds and exhaling slowly. أول حاجة بخليه ياخد نفس عميق من أنفه ويسند بطنه ويحتفظ بهذا النفس لـ seconds, يقول مثلا 3 أو 5 ثواني قبل ما يخرج النفس, ولكن إخراج النفس بالطريقة الثانية للـ piercing the lips, بده يزم الشفايف تبعته كأنه بصفر. ما extend the period of exhalation, وهذه العملية ممكن تطول مدة بقاء الهواء وانتفاخ الالفيولايز بالبوزيتيف بريشر اللي فيها, وهي طبعا اللي هو بيكون في عندي بالنسبة للموضوع هذا. وكمان في اللي هو استخدام الانسنتيف سبايروميتر. Incentive spirometers also are used to promote deep breathing, وطبعا هنشوف في الفيديو القادم بإذن الله, ولكن الآن خلينا نتكلم اللي هو علميا عن الموضوع. أما الكافينج, فورست كافينج اللي هو الكف, السعلة, السعلة المقصودة, لما بقول فورست كافينج السعال المقصود, أي أنه هذا السعال يجب أن يكون مقصود لتنظيف صدر المريض. وهنا طبعا مش كل المرضى ممكن انا اعمل لهم سعال هذا المقصود بقصد لتنظيف الصدر عندهم, لانه في بعض المرضى لا يحتاجوه. اما اللي بيبين عنده الفورس كافينج is most appropriate for, ويكون مهم جدا لكلاينتس who have a diminished or moist lung sounds, انه يكون اللي عندهم صوت النفس مش واضح مش طبيعي, او عندهم يخرخش في الصدر crackles, or who raise thick sputum, او اللي عندهم بلغم وبيخرجوا بلغم مبين عليهم بلغم, او معروف عنهم انه في صدرهم بلغم من سابق. لازلنا في الفورست كافينج بريوبراتيف تيتشينج. كافينج فورست كافينج, كافينج is more painful for a client with abdominal or chest incision. طبعا اللي عاملين عمليات جراحيه في البطن في الصدر, طبعا السعله الطبيعية بتكون مؤلمة جدا, فما بالكو بالسعد المقصودة اللي بنخرجها خل المريض يخرجها يعني عنوة. Administering pain medication approximately 30 minutes before coughing. طبعا عشان نقلل الألم الموجود هذا لازم نعطي المريض مخفضات للألم قبل 30 دقيقة على الأقل, حتى لما يجي يسعل ما يقدر يسعل, لأنه الألم إلا لما بيسعل مع وجود الألم ما بيقدرش المريض. وكمان بدي اعمل له splinting the incision during coughing can reduce discomfort. لازم يمسك الجرح بايده او يحط عليه بلو مخده وساده. Methods of splinting include pressing on the incision with both hands, بيديه التنتين بده يضغط على الجرح, pressing قبل ما يسعل, pressing on a pillow placed over the incision, او يعبط مخده ويحط على الجرح ومن ثم يباشر في عمليه السعله اللي هي performing force cuffing. بدنا نشوف التكنيك تبعنا. Teach the client and the family as follows. بدنا نعلم البيشنت والفاميلي عشان يعرف يعمل اللي هو السعال المقصود. Sit upright, بدنا نخليه يقعد قاعدة high fowler او كأنه قاعد على الكرسي. Take a slow deep breath through the nose, بده يسحب نفس عميق اول من الانف. Make the lower abdomen rise مع انتفاخ البطن وكأنه فعلا امتلك كل صدره بالهواء. As much as possible, لما بضل يسحب لما بطنه ينتفخ على الآخر. هذا بيجعل اللنج تتفتح. والبخار الماء اللي داخل برضو يعمل ميوعة للسبيوتم الموجود. بعدين نقول leaning slightly forward, وبعد ما انتفخ يمد صدره إلى الأمام ورأسه إلى الأمام, ومن ثم exhale slowly through the mouth. الآن هو أخذ النفس بالأنف بيخرجه من خلال الماوث
pull the abdomen inward ويضغط على بطنه للداخل. ويضغط على بطنه للداخل ومن ثم يعيد هذه المسألة. But this time المرة التالية repeat but this time cough three times in row while exhaling. وهكذا يعني ثلاث كحات متتابعة من تنين لثلاث كحات متتابعة ويكرر هذا الأمر إلى أن يصنع فارق في تنظيف الصدر من البلغم الموجود. وأيضا في البري أوبراتيف تيتشينج بنكمل الليج اكسرسايز لتمرينات القدمين والساقين. الليج اكسرسايز هيلب تو بروموت سيركوليشن اند ريديوس ذا ريسك فور فورمينج ثرومبس استيشنري بلاد كلوت ان ذا فينز. طبعا ما فائدة التمارين اللي هو الساقين والقدمين اللي بتحسن الدورة الدموية من الساقين الى الاعلى؟ والكالف مصل عضلة البطة في خلف الرجل يا إخوان تعتبر الفينس هارت اللي هي قلب الأوعية الدموية اللي هي الأوعية الوريدية اللي هي تدفع الدم من أسفل القدمين إلى أعلى الصدر. Blood clot form when venous circulation is sluggish and when the fluid component of the blood is reduced. طبعا الجلطات اللي بتحصل في الرجل من اللي هو ركود الدم، سريان الدم نزل sluggish and when the fluid component of the blood is reduced. وكذلك اذا خفت السوائل في جسم في جسم الانسان في الدم بصير متركيز الدم اكبر، قابليه حدوث الجلطه اكثر. With the use of leg exercise efforts to reduce circulatory complications begin as soon as the client recovers from anesthesia. وطبعا التمرينات هذه للساقين لابد من صناعتها بمجرد خروج المريض من قسم العمليات ووعيه ما بعد. Performing leg exercise teach the client and family as follows. Sit with head slightly raised. طبعا بنخليه يقعد وجالس وممكن يكون مايل شوي ولكن رأسه إلى أعلى. Bend on knee, raise and hold the leg above the mattress. بنخليه يتني رجله ويرفع ركبته إلى أعلى. طبعا الصور هتوضح لكم والفيديو كمان هيوضح. Straight the raised leg. في عندي صورة اللي هو بي زي ما في الصورة الماترس of a few seconds الفيجر A. في عندي اللي هو straighten the raised leg اللي هو صورة 2. lower the leg back and the bed gradually صورة رقم C. do the same with the other leg. طبعا احنا هنا الكلام طبعا straighten اللي هو نمبر 3 straightening the raised leg بعد ما نكون متنية رجل بنعدلها بس في الهواء. lower the leg back وبننزل الرجل وبنرفعها ننزل الرجل وبنرفعها. يعني do the same with the other leg. طبعا عملنا برجل واحد بنعمل برجل الثانية. rest both legs on the bed. بعدين بنريح القدمين على السرير. point the toes toward mattress. وبعدين بننزل القدمين تجاه الفرشة ومن ثم بنردهم تاني. and then toward head. ومر عليك يعني القدمين بنبعتهم على في اتجاه الفرشة يعني الى ابعد الى الجهة البعيدة ومن ثم بنردهم تانيا وكأننا بنحرك رجلينا كأننا بنمشي. move both feet in clockwise. وبعدين بنحرك القدمين في اتجاه الساعة counter clockwise circles ومن ثم بعكس الساعة على أساس أنه نحرك القدمين. repeat the exercises 5 times at least every 2 hours while awake. وطبعا كل ساعتين هاي التمرينات بدنا نعيدها على الأقل 5 مرات حتى نضمن اللي هو سريان الدم في الدورة الدموية بشكل جيد ونعمل على اللي هو تفادي وقوع المريض في الجلطات من النوم والوقوع في اللي هو ركود الدم. طبعا يا اخوان عندي الديب بريثنج اند كافينج بس الصور الان سند البطن باليدين وبناخذ ديب بريثنج. اما الكافينج عندما نريد ان نعمل كافينج بنسند الجرح بالمخده زي ما هو موجود في الصوره امامكم في الاعلى
أما بالنسبة للليج اكسرسايزز هو الصورة ايه اللي هو ثاني اللي هو الساق الأولى عندنا هنا اليمين، ومن ثم الرجل بنخليها ستريت شوية يعني أفقية، بعدين بنرفع الساق إلى أعلى، ومن ثم بننزلها وبنكررها 5 مرات العملية هذه، ومن ثم القدمين تحت اللي هو طبعا نبعد نخلي المريض لوحده، أو أنا برضو إذا ما كانش المريض قادر أنا بعمل بإيدي الكلام هذا، خليه يروح اللي هو تجاه الفرش زي ما هو في الشمال في الصورة دي إلى الأسفل، ومن ثم دفع القدمين إلى باتجاه الرأس، وبعد ذلك اللي هو الصورة الأخيرة في إيه اللي هو حركة القدمين باتجاه الساعة وعكس اتجاه الساعة، قلنا 5 مرات خلال الساعتين كل ساعتين إذا كان المريض صاحي طبعا. وسيظهر التعليم على الديب بريثينج والكافينج والليك اكسرسايز في الفيديو إن شاء الله التالي. All right, we're going to start with some teaching on some exercises that'll really help you for your recovery after your surgery. Tell the patient that she should perform the exercises you're about to teach her before and after surgery to help with her recovery. So you put it there, right over the incision, and exactly how you had it, place your hands firmly on that pillow. If the patient will have a chest or abdominal incision, teach her to clasp her hands over the incision to support it during breathing or coughing exercises. Or she can splint the incision by pressing gently against it with a pillow or with her hands. Set this aside so we can move on. We're going to work on some diaphragmatic breathing. Okay. So it's basically I want you to breathe through your diaphragm. The first exercise is diaphragmatic breathing. Help the patient into a comfortable seated or standing position. If she prefers to sit, raise the head of the bed to a semi-Fowler's or Fowler's position, or help her sit on the side of the bed. If she prefers a chair, help her to it, and make sure her knees are level with or higher than her hips. Use a stool if necessary to support her feet in this position. Stand in front of the patient. Show her how to place her palms along the lower border of her rib cage with her middle fingers touching lightly. Coach her to take slow, deep breaths, inhaling through her nose as she pushes her abdomen against her hands. Explain that she'll feel a downward movement of the diaphragm during inhalation. Demonstrate for her. Tell her not to use her chest and shoulder muscles during inhalation. Now, instruct her to take a slow, deep breath and hold it for a count of 3, and then exhale slowly through pursed lips. Repeat this breathing exercise 3 to 5 times. Sometimes people are given an incentive spirometer after surgery to use, and this also assists in your breathing and recovery. Oh, good. Explain that some patients will be given a device called an incentive spirometer to use in place of deep breathing exercises. Instruct the patient to take 10 slow, deep breaths every hour while she's awake. She should start doing so right after surgery and continue until she's mobile again. Another exercise to teach the patient is controlled coughing. Begin by explaining that it's important to stay upright during this exercise. So when you're at home, make sure you're sitting up in a chair or on the sofa, okay. Because that makes it a little bit more effective. Exactly. Demonstrate the cough by taking 2 slow, deep breaths, inhaling through your nose and exhaling through pursed lips. So just real quick practice, in through your nose. Instruct the patient to inhale deeply a 3rd time and hold her breath for a count of 3. Then tell her to cough 2 or 3 times in succession without inhaling between coughs, pushing all the air out of her lungs. And so you kind of just hold it for the count of 3 and then cough all the way through. So let's practice that. 1, 2, 3. Good. Remind the patient that this deep coughing is different from just clearing her throat. Encourage the patient to practice the coughing exercises while supporting an imaginary incision. Instruct her to cough 2 to 3 times every hour while she's awake. If she brings up any sputum, encourage her to examine the consistency,
odor, amount, and color so that she'll be aware of any changes after surgery. Tell her to let you know if she notices such a change. Finally, teach the patient how to exercise her legs in bed. Have her lie on her back unless her medical condition contraindicates that position. Then demonstrate each range of motion leg exercise for the patient by moving her legs for her. First, exercise her ankles by rotating each foot in one direction and then the other. Show the patient how to draw imaginary circles with her big toe. Tell her to repeat this exercise 5 times. The next leg exercise focuses on the calf muscles. Teach the patient to alternate dorsiflexion and plantar flexion by moving both feet, pointing her toes up toward her head and then down toward the foot of the bed. Tell her she'll feel her calf muscles alternately contract and relax. Instruct her to do this exercise 5 times. To exercise the thighs, the patient will tighten the thigh muscle in one leg at a time. Bring the knee down toward the mattress and then relax. This exercise should also be repeated 5 times. In the final leg exercise, the patient will alternately raise and lower each leg. Show her how to lift one leg, bending it at the knee, and then lower and straighten it. Tell her to do 5 repetitions. لازلنا في البريوبراتيف تيتشينج ايضا ننصح المريض طبعا بالانتي باستخدام الانتي امبوليزم ستوكينج اللي هي الشرابات او الكلسات اللاصقه الضاغطه التي هي ربما تكون الى الركبه من القدم الى الركبه او اعلى ما فوق الى الفخذ. They are sometimes called thromboembolic disorder. طبعا اللي هو هوز يعني ما هي تمنع اللي هو الثرومبو امبوليك ديسوردر بنستخدم لها اللي هي الكلسات او الضاغط اللي هو كشرابات. These stocking help to prevent the thrombi and emboli. تمنع وجود التجلط. Mobile blood clots اللي هي الجلطات السائرة في الدم by compressing superficial veins and capillaries redirecting more blood to the larger and deeper. طبعا هاي الكلسات الضاغطة تمنع احتقان الدم او ركود الدم في الأوردة السطحية وتدفع الدم الى الأوردة العميقة الكبيرة لتسهل عملية سريان الدم فيها ومن ثم عدم لتكون الجلطات. الانتي امبوليزم ستوكينج must fit the client properly and must be applied correctly. طبعا الانتي امبوليزم ستوكينج يعني اللي هو الشرابات والكلسات اللاصقة اللي يجب ان تكون على مقاس المريض وعلى حسب حجمه وبدرجة الضغط المطلوبة لديه. بعد ما عملنا تعليم للبيشنت في عندي فيزيكال بريباريشن التحضير المريض السكن بريباريشن اولهم انه انا بعمل له سكن من ناحيه باثينج ومن ناحيه تنظيف ومن ناحيه ازاله شعر بالحلاقه اذا لازم الامر. السكن بريباريشن انفولفز كلينزينج ذا سكن اند ان سم كيسز هير ريموفال بيكوز سكن اند هير ار ريزيرفر فور مايكرو اورجانيزم واذا ازاله الشعر. ولكن في حديثا الترند العالمي الحديث انه لا يحتاج الجسم الى ازاله شعر بالحلاقه الا اذا كان الشعر كثيف ويمنع اللي هو ويحول دون التدخل بالجراحة الصحيحة. The goal is to decrease transient and resident bacteria without compromising skin integrity. طبعا الهدف من هذا الموضوع اللي هو التخلص من أكبر قدر من البكتيريا اللحظية والبكتيريا المقيمة على جسم الإنسان. هذا بالنسبة للسكن. أما الإخراج elimination. The nurse may need to insert an indwelling urinary catheter. ممكن ان احنا نركب له قسطرة حتى يتم عملية الاخراج البول بشكل سلس. طبعا preoperatively for some surgeries particularly of the lower abdomen. وخاصة اذا كانت العملية الجراحية في البطن وفي اسفل البطن لابد من ادخال اللي هو القسطرة الاندولينج كاثيتر. Distended bladder طبعا هنا ليش السبب انا بعمل قسطره؟ distended bladder
إذا كانت البلادر منتفخة مليئة بالبول في الداخل، فربما يكون هناك خطر الإصابة لهذه البلادر بالمشرط ويصير لها إفكشن ويصير لها تروما. أما الإنيماز، الإنيماز طبعاً اللي هو الحقن الشرجية or laxatives may be ordered to clean the lower bowel، يعني ننظف الأمعاء وننظف القولونات. إذا كان في عندي عمليات في البطن أو في اللي هو الحوض. A clean bowel allows for improved visualization of the surgical site، طبعا بتساعد في الرؤية الجيدة بالمنظار أو بالجراحة مع الطبيب. Prevents trauma to the intestine، الانتفاخات طبعا بتزيلها وبتقلل احتمالية الأذى للأمعاء. The bowel surgery is scheduled. Intravenous antibiotics may be prescribed to destroy intestinal microorganisms. إذا كان بدي أنا أفتح اللي هو الأمعاء في العملية الجراحية، الأطباء بيوصفوا طبعا antibiotics تقضي على البكتيريا ما داخل الأمعاء، وهذا طبعا إحنا بننفذه بناء على تعليمات الأطباء. لازلنا في الفيزيكال بريباريشن اللي هو الفود اند فلويد. طبعا بالنسبه للفود واند فلويد بنشوف تعليمات الاطباء بالنسبه للموضوع هذا، بدوسير الريستريكشن، المريض لازم يصوم قبل ب 8 ساعات ل 12 ساعه مسبقا. ذا فيزيشن جيفز سبيسيفيك انستراكشنز اباوت هاو لونج تو ريستريكت فود اند فلويدز بري اوبراتيفلي. فاستنج فروم فود، او ده بنقول الصوم عن الطعام، اند ووتر فروم ميد نايت onward before surgery. midnight طبعا قبل الساعة 12 لازم، ومن الساعة 12 للساعة 8 في عندي 8 ساعات على الأقل. طبعا midnight ليست هي اللي يضلوا يأكل، ممكن ما يأكلش من الساعة 8، فبنقول من 8 إلى 12 ساعة. fasting is used to reduce the potential for aspiration after anesthesia. الآن الفاستنج الصوم يمنع عملية الشردقة، إخراج شيء من الأمعاء، لأن الأمعاء المعدة عفوا بتكون فاضية في هذا الوقت ما بعد العملية. Valuables المجوهرات والأشياء الثمينة. The nurse instructs the client preoperatively to leave valuables at home. خلي الست تخلي مجوهراتها في البيت، الساعات، الموبايلات، الأشياء. وإذا كان الكلاينت ناسي وجايب شغل معاه، بنخلي الأهل اللي عندهم ثقة ياخذوا هذا الموضوع منه. If the client forgets or does not follow this instruction, he or she must entrust valuable to family member، إنها تأمن على اللي مجوهراتها مع العائلة. برضو لازلنا في الفيزيكال بريباريشن، بنقول السيرجيكال اتاير ويرينج، يعني بخلي المريض يلبس اللي هو لباس العمليات. يجوا الكلاينت وير هوسبيتال جاون اللي هو الجاون تبع المستشفى، and surgical cap وغطاء الرأس to the operating room. The physician may order thigh high or knee high anti-embolism. ممكن الطبيب يلبس اللي هو يخليه يلبس الستوكينج anti-embolism قبل ما يدخل العملية الجراحية. Or order the client's leg wrapped in elastic roller bandage before surgery to prevent venous stasis. طبعا اذا كان الطبيب خايف الطبيب من عملية اللي ركود الدم، ممكن يخليه يلبس اللي هو ضواغط في الرجلين. Dentures and prosthesis، كل ما هو من اطراف صناعية او اسنان ممكن تسقط في الامور هاي، اللينسز في العين، أضاف يجب إزالته قبل دخول العمليات. Depending on agency policy and the preference of the client, remove full or partial dentures. لازم تنزال، أو إذا بقي شيء يكون لا يضر بالعملية الجراحية. Doing so prevents the dentures. طبعا لما نعمل هذا شو بنسوي احنا بالفائدة تبعته؟ prevents نمنع the dentures from causing airway obstruction. يعني لو السن فلت أثناء العملية ممكن يسكر مجرى التنفس during the administration of general anesthesia. أما تعليم المريض عن pre-operative medications، the anesthesiologist اللي هو طبيب التخدير or surgeon orders pre-operative parenteral medication، بأمر الطبيب أو اللي هو أخصائي التخدير بعض الأدوية. وبدنا نشوف يعني أمثلة عليها، common preoperative medications one or more، ممكن واحد منهم أو أكثر. Anti-anxiety drugs، الأدوية المضادة للأرق
كون المريض هيخش في حالة قلق وفي حالة خوف، فأنا لما بعطيه مهدئات لورازيبام زي الفاليوم والأمور هاي بتعمل ريديوسينج للأنكزايتي وبتساعد في عملية التخدير والسيديشن أثناء التخدير داخل العمليات. 2. هيستامين 2 ريسبتور أنتاجونيست، بعض الأدوية المخففة لحموضة المعدة اللي بتشتغل على إغلاق اللي هو الريسبتور هيستامين 2 في المعدة، وطبعا هذا أخذته في الأدوية such as سيميديدين تجمت، وممكن نعطيله راندين آي في decrease gastric acidity and volume. Anticholinergics such as atropine بيعمل لي دراي للميوكس عشان ما يضلوش، بيعمل درولينج للدراي ويعمل لي aspiration. Neuromuscular blocking agent طبعا هاي such as ساكسينايلوكولين اللي انستين بروموت سكيليتال ماسل ريلاكسيشن، بيعمل لي ريلاكسيشن للمصل على اساس يصير رخرخه عند المريض، وكمان بخفف اللي هو ايش التوتر. اوبيويدز بعض المخدرات such as فنتانيل سيديت اند ديكريز ذا اماونت اوف انستيزيا، بتقلل كميه المخدر اللي بنعطي له اياه داخل غرفه العمليات. سيداتيفز such as ميدازولام فيرست اللي هو بروموت سليب اور امنيزيا اند ديكريز انكزايتي، بقلل الانكزايتي وبخلي المريض ممكن ينام. الانتيبيوتكس از طبعا كانامايسين ديستروي انتريك مايكرو اورجانيزم، طبعا اذا كان الدكتور امر ببعض المضادات الحيويه حتى تقضي على البكتيريا لنتجنب اللي هو البوست اوبراتيف كومبليكيشن او انفكشنز. طيب تحضير سايكو سوشيال بريباريشن، السايكو سوشيال بريباريشن الدعم النفسي وتحضير المريض نفسيا هو والعائله. preparing the client emotionally and spiritually is as important as doing so physically، يعني من المهم بمكان اللي هو تحضير المريض نفسيا زيه زي الجسد، زي ما بتعامل مع الجلد ومع الاكل وما بدها تتعامل مع نفسيا وبدها اطمنه انه الدكتور هذا بيعمل عمليات ناجحه، ممكن اجيب له صور وممكن اجيب له فيديوهات واجيب له نسبه النجاح عند هذا الطبيب واساله عن مخاوفه ايضا وادعمه هو والعائله الكريمه. Psychosocial preparation should begin as soon as the client is aware that surgery is necessary. الدعم النفسي يا اخوان لا يبدا قبل العملية مباشرة، إنما هو يبدأ بمجرد علم المريض بالعملية لو قعدت شهر، فمن بداية ما يعلم أنه عنده عملية جراحية بتبدأ الطمأنات والإجابة لكل سؤال أو مخاوف عند المريض. Anxiety and fear if extreme can affect a client's condition during the and after surgery، إذا كان تمكن من المريض الأرق والخوف الشديد ربما يؤثر عليه داخل العملية وخارج العملية أيضا، فلا بد من الدعم النفسي للمريض وللعائلة. نتكلم الآن عن البري أوبراتيف تشيك ليست اللي هي القائمة التي يجب احتواء كل التحضيرات داخلها والتأكد منها، اللي هي بري أوبراتيف تشيك ليست is a form that identifies the status of essential pre-surgical activities، هي القائمة التي تحدد كل ما قبل العملية من عناية ومن تحضيرات قد تمت، وبنعمل تشيك صح على كل شيء. is completed before surgery، وهي تم إكمالها قبل العملية. the nurse verifies the following، وعلى المريض التمريض التأكيد على التالي داخل هذه اللائحة. The history and physical examination have been documented، إنه هل تم توثيق الفيزيكال examination للمريض داخل التذكرة للعملية أو لا، هذا بنكتبه. The name of the procedure and matches that scheduled in the operation room، اسم العملية الجراحية اللي بده يقومها وهل هذا متوافق فعلا مع ما هو موجود لهذا المريض بالذات في غرفة العمليات. ممكن يكون هنا بدنا نعمل له زايد، هناك بدهم يعملوا له مرارة، فبنوقف وبنبدأ التقييم من أول جديد. The consent form has been signed and witnessed، هل الإقرار والتفويض موقع ونحن مضينا عليه كشهود أم لا. All laboratory and diagnostic test results، كل نتائج التحاليل موجودة ومرفقة بالملف. Allergies have been identified، ده في عند المريض حساسية يجب أن نكتبها ونوضحها. The client is wearing an identification bracelet، إنه المريض بيلبس إسوارة التعريف قبل ما يدخل العملية حتى نقلل من أخطاء العمليات لأشخاص خاطئين، لأشخاص ليس لهم هذه العملية. Skin preparation if required
has been completed. هل تحضيرات الجلد لمكان العملية وما حوله تمت أم لا؟ Vital signs have been assessed and recorded. إنه هل العمليات الحيوية تمت وسجلت في التذكرة أم لا؟ Nail polish, glasses, contact lenses and hair pins have been removed. كل ما هو مضاف إذا كان من شعر، من أظافر عيرة، من نظارات، من عدسات لاصقة، دبابيس في الرأس، كل شيء لازم يزال قبل دخول العملية والتأكد من ضمن اللائحة التي تحدثنا عنها وهي ما سنراه لاحقا إن شاء الله. استكمل التشيك ليست. طبعا كمان بدنا نقول الجولري has been removed، كل المجوهرات والويدنج رينجز has been secured، يعني المجوهرات بنشيل، هذا كان في الرقبة، في العنق، في الإيد، أما اللي هو دبلة الخطوبة أو دبلة الزواج ممكن نلفها بتيب نعملها سكيورد نأمنها عشان ما تسقطش. دينشرز هاف بين ريموفد، كذلك الأسنان لازم نزيلها، الأسنان العيرة طبعا. The client wearing only a hospital gown and hair cover، طبعا أنا بقول لك إنه الكلاينت بس لابس فقط جاون العمليات. The client has urinated، راح على الحمام أو انعمل له indwelling catheter، عملنا له قسطرة. Location of intravenous site type، وين موجود الخط تبع الوريد أو الإبرة تبعت الوريد، الكانيولا في أي مكان موجودة، في اليمين، في الشمال، في الإيد ولا في الرجل، لازم نكتبه هذا الكلام. The prescribed preoperative medication has been given، وكذلك العلاجات ما قبل اللي هو العملية التي تم وصفها من قبل الطبيب أو من قبل التخدير هل أعطيت ولا لا. وعلى يمين شايفين انتو صورة التشيك ليست وكيفية كل شيء فيها طبعا، واحنا مش هنقرأها هنا وإنما هذه للعرض، بتشوفوها براحتكم. انه انا تكلمت عن 16 بند موجودين فيها وممكن بزيادة ايضا. هنا يا اخوان للتأكيد فقط، في عندي universal protocol، عندي بروتوكول عالمي for preventing wrong site wrong procedure for wrong person surgery، لمنع اللي هو العملية المكان الخطأ لعملية خطأ في شخص خطأ. Pre-operative verification، طب كيف بدي أمنحها هنا؟ بالتأكيد ما قبل العملية، بطريقة التأكيد أو عملية التأكيد. العملية عندي الـ purpose تبعها to ensure that all the relevant documents and studies are available before the start of a procedure، كل الأوراق وكل الأسسمنت وكل الفحوصات وكل الأشياء عليها اسم المريض، هذا لازم أتأكد منه. ولكن إذا كان في عندي اللي هو طبعا reviewed and that they are consistent with each، يعني كلها متوافقة مع بعضها، of each other. Missing information must be addressed before starting the procedure، إذا فقدت أي ورقة أو في شيء بيأثر على المريض على طول لازم أقيم من أول وجديد قبل اللي هو دخول العملية. بعد دخول العملية أخوان لا عودة، فلا بد من التأكد قبلا. البروسيس عندي أنا كيف بدي أعملها؟ An ongoing process of information gathering and verification، طبعا لازم أجمع البيانات وأكد أنه المريض نفسه والاسم رباعي واسمع منه وأقول له إيش عمليتك وهل العملية معلمة على جسمه ولا لا. Beginning with the determination to do the procedure including the time out، حتى في التأكيد في آخر لحظات اللي هو بنقولها في time out، يعني في الوقت الأخير، في الوقت الضائع، الوقت بدل الضائع، يعني قبل ما لو أنا وهو ماشي لغرفة العمليات ممكن أعمل تأكيد مرة أخرى، ليس مانع أن نفعل ذلك حتى في التايم أوت just before the start of the procedure. النيرس كمان اللي في داخل العملية ما يركنش على اللي خارج، برضو بده يعمل تشيك وفيريفيكيشن. Marking the operative site، هذا طبعا شغل الطبيب، أو إذا كان أنا ممكن يكون مسموح لي كنيرس إني أحط علامة على أساس إنه هو، ولكن هذا شغل الطبيب بالذات. Purpose to identify unambiguous the site of incision or insertion، بتعلم بقلم اللباد أو بقلم ماركر على مين؟ على مكان الجرح من قبل الطبيب اللي بده يخش في عملية، عشان لو دخل وهذا المكان لقى غير المكان اللي علم عليه بيعمل كانسلنج للعمليه وبيعمل اسسمنت من اول وجديد. Process for procedures involving right, left,
distinction. طبعا بنعلم مثلا الايد اليمين او الشمال، لانه ممكن يغلطوا داخل غرفة العمليات يقلبوا اليمين شمال وهكذا، وممكن اروح على الايد الشمال بدل الايد اليمين. And multiple levels as in spinal procedures, the intended site must be marked. لازم نحدد بالقلم اللي هو الجراحة عشان ما نخطئش اخطاء. وايضا في البروتوكول العالمي لمنع الاخطاء اثناء العمليات الجراحيه في كلمه التايم اوت، الوقت بدل الضائع. immediately before starting the procedure بنعمل verification، تاكيد على المريض. البيربوس to conduct a final verification of the correct client procedure site and as applicable implants. طبعا هذا التمريض اللي داخل غرفه العمليات قبل دخول العمليه مباشره، ما في مانع ان امسك البيشنت اشوفه من اول وجديد. البروسيس اكتف كوميونيكيشن امونج اول ممبرز اوف ذا سيرجيكال بروسيجر تيم، طبعا ما بين السيرجن، الانستيولوجيست، الانستيتست، النيرس، السيركيولاتوري نيرس، السكراب نيرس، هذا بيكون في تفاعل بينهم وما بيزعلوش من بعض. بقول استنوا والله شوي بدي اتاكد من انه المريض هو ولا لا، فيش فيها زعل. طبعا هنا البروسيجر تيم كونسستنسي انيشيتد باي ا ديزاينيت A designated member of the team conducted in a fail-safe mode. That is, the procedure is not started until any questions or concerns are resolved. طبعا لا يبدأ اللي بنسميه fail-safe. لا نبدأ أي عملية جراحية داخل العالم إلا إذا استوفينا جميعا كافة الأسئلة وكافة الإجابات. إذا الدكتور عنده سؤال بنجاوبه، إذا التمريض عنده سؤال أو ملاحظات لما تحل جميعا ونتأكد أنه هو المريض تبع العملية الجراحية بندخل. Efforts have increased، طبعا المجهودات have increased to ensure that the right client has the proper procedure at the correct site in the same time. If that applies, we will decrease the errors in surgical procedures. هكذا وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من محاضرة البيري أوبراتيف كير. الرجاء متابعة المحاضرتين الأولى والثانية وانتظارنا في الثالثة بإذن الله والخاتمة لهذا الموضوع. وبارك الله فيكم وعلى خير. Thank you.